توجه وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ذلك لتقديم التهنئة للبابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال اللقاء أعرب فؤاد عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الإخوة المسيحيين شركاء الوطن، مؤكدا أن وحدة النسيج المصري الفريد والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور.